بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. شرح اليوم الاشتراك في موقع دفاليا. هذا الموقع مهم للذين يبحثون عن الربح من الانترنت وجني المال وتحقيق دخل إضافي ومستمر لمد الحياة، وهذا الموقع الأكثر مصداقية بين المواقع. وانصح كل من يشاهد هذا الفيديو الاشتراك بالموقع الأكثر من رائع والأكثر مصداقية للتسجيل بالموقع، الرابط أسفل الفيديو. واسألكم دعاء أن يغفر الله لي ولكم، واللهم صل على محمد وآل محمد. عند الضغط على الرابط يجب تخطي الإعلانات للتوجه للموقع كما موضح بالصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. اليوم سوف نشرح طريقة التسجيل في موقع الربح من الانترنت، موقع أدفلاي. هذا الموقع تستطيع الربح من الانترنت عبر تقصير الروابط وإعطائها للزوار، ومن ثم يظهر عندهم إعلان. هذا الإعلان مدة 5 ثواني، وبعدها يذهبون إلى الرابط الذي تختصره أنت، وبالتالي تستطيع أن تجني المال. موقع أدفلاي هو الموقع الأكثر مصداقية في العالم بشكل كامل، يعني أكثر موقع مصداقي عنده مصداقية هو هذا الموقع. طبعا هناك مواقع أخرى لا بأس بها. الآن سوف نذهب لشرح طريقة التسجيل. إذا نضغط هنا اسمك، اسم المستخدم مثلا، هنا الإيميل، أيضا أعد كتابة الإيميل. هذا التبويب يبقى كل ما هو مثل ما هو، طبعا موافق. اضغط اكتب كلمة السر، أعد كتابة كلمة السر. هنا اكتب ما تشاهده في الصورة، طبعا سأختار كلمة. أي كلمة. نعم أجري الذهاب. يقول لك لقد أرسلنا رسالة إلى إيميلك، اذهب وتفقد ذلك خلال 3 أيام. طبعا سوف ندخل هنا، نذهب إلى الإيميل بالفعل. طبعا سوف نشرح خصائص، أيضا خصائص الموقع أيضا بعد إتمام التسجيل. نذهب إلى هذا الرابط لإتمام العملية. يقول لك أدخل مفتاح التفعيل، هذا هو مفتاح التفعيل الخاص بي. إذا account confirmed يعني تم تفعيل الحساب. نذهب لتسجيل الدخول. تستطيع أيضا التسجيل وتسجيل الدخول عبر فيسبوك بدون الحاجة إلى إجراء التسجيل. طبعا نقوم. في هذا التبويب، في هذه النافذة، تضع ما تشاء من الروابط، يعني تستطيع اختصار أي رابط من خلال هذه النافذة. طبعا بعد أن تختصر الرابط، أنت عليك أن تنشر هذا الرابط، ومن يزور هذا الرابط يظهر عنده إعلان. هذا الإعلان مدته 5 ثواني.
طبعا بعد أن يضغط يظهر بعد أن يضغط تخطي الإعلان يظهر لديه هذا الرابط. طبعا على كل زيارة يعطونك عدد معين من السندات، طبعا يختلف هذا من زائر لزائر، من دولة لدولة. طبعا هنا هذا التبويب عدد النقرات، وهذا هو رصيدك الحالي. هنا استخدام أو عدد الزيارات اليومية، هنا البلدان التي تمت زيارة روابطك من خلالها، وهنا المواقع التي جلبت الزائر. طبعا هنا عدد هنا تجد الروابط التي تختصرها أنت. تبويب تولز، تستطيع من خلال هذا التبويب اختصار عدد لا محدود مثلا من الروابط دفعة واحدة، بشرط أن تجعلها بشكل عمودي. طبعا بشرط أن تجعلها بشكل عمودي، ثم تضغط هنا. لاحظ يقول لك هناك تبويب خطأ. لاحظ أنت معي أنه تم خطأ في الرابط. طبعا لاحظ معي أنت أنه تم اختصار الروابط البقية. طبعا تستطيع ربط حسابك ب جوجل أنجليستيك، وتستطيع أيضا أن تضيف هذا البانر أو هذا السكربت عندك، يعني في موقعك تضع هذا السكربت في موقعك. كل من يزور موقعك سوف يحتسب لك ويدخل تلقائيا إلى أدفلاي. طبعا كل من يزور موقعك سوف يرى إعلان أدفلاي، وبالتالي سوف تجني المال على كل من يدخل لموقعك. طبعا هنا بالريفرنس تستطيع أيضا أن تضيف بانر لموقعك إذا كنت تملك موقعا، وبالتالي كل من يسجل في الموقع تجني من خلاله المال. طبعا هنا هذا تبويب الدفع، هذا تبويب الدفع، أنت لا يوجد لديك. طبعا كيف يتم الدفع؟ أول شيء عليك أن تربط حسابك البنكي بالموقع. الموقع يقبل بنكين، أول واحد باي بال، تضع إيميل الخاص بحسابك في باي بال هنا، والثاني باي نير. إذا يقبل هذا الموقع بنكين، باي بال وباي نير. هنا تضع إيميلك الخاص بالبنوك، وسوف تتم عملية الدفع بشكل شهري وأيضا متى تشاء، بعد كحد أقصى، ولكن أن يكون بشرط أن يكون في حسابك أكثر من 5 دولار كحد أدنى. إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية الشرح. أستودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك بمدونة، وإذا أردتم التسجيل فسجلوا من خلال الرابط الموجود أسفل الشرح. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.